يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تمكنت الحكومة وفقها الله من مجموعة كبيرة من الفرقة الضالة، فهل من كلمة لفضيلتكم حول هذا الموضوع وتنبيه للشباب المغرر بهم من شباب هذه الأمة في هذه المسألة؟ أسأل الله العافية، عافينا وإياكم من الضلال ومن دعاة السوء ومن الأفكار المنحرفة. لازم العلماء ولازم دراسة في المدارس والمعاهد والكليات، دور العلم، لازم الجمع والجماعات. احذروا من حملة الأفكار السيئة والانفراد في الأمكنة الخفية، احذروا من هذه الأمور. نعم.